النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم انخفضت درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس، وسارت أجواء صيفية اعتيادية في عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة كانت حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. خلال اليومين القادمين، تحديدا خلال يوم الاثنين والثلاثاء، يتوقع أن تستمر الأجواء الصيفية الاعتيادية في عموم مناطق المملكة خلال ساعات النهار. أما ليلا تستمر الأجواء اللطيفة إلى المعتدلة في المناطق الجبلية والسهلية، المائلة للدفء في المناطق المنخفضة. لكن اعتبارا من يوم الأربعاء، كتلة هوائية حارة متوقعة أن تبدأ تأثيرها على المملكة، سنتحدث في تفاصيلها خلال هذه النشرة. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح خلوع عموم منطقة بلاد الشام والعراق وشمال الجزيرة العربية وشرق البحر الأبيض المتوسط من الغيوم، كنتيجة لسيطرة لمرتفع جوي في طبقات الجو العالي يمنع من تشكل أي غيوم في هذه المنطقة. نتحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة من يوم غد الاثنين وخلال الأيام القليلة القادمة. يوم الاثنين تستمر درجات الحرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. تبقى هذه الكتلة الهوائية الحارة بعيدة عن المملكة. درجات الحرارة كما ذكرت تكون حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات الليل تستمر الأجواء معتدلة إلى لطيفة في الجبال والسهول، دافئة في المناطق المنخفضة. يوم الثلاثاء لا تغير الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس صيفي اعتيادي حار نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، لكن حار إلى شديد الحرارة في منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة، وأيضا البادية الشرقية والجنوبية. اعتبارا من يوم الأربعاء تندفع نحو المملكة كتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية باتجاه منطقة بلاد الشام. تأثيراتها تبدأ تدريجيا اعتبارا من يوم الأربعاء. ترتفع درجات الحرارة بشكل عام في عموم مناطق المملكة يوم الأربعاء لتكون أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام. يسود طقس حار في عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة تكون في العاصمة عمان، تحديدا في غرب العاصمة عمان 35-36 درجة مئوية، لكن في شرق العاصمة عمان تكون أعلى من ذلك، تسجل ما بين 37-38 درجة مئوية. لكن يوم الجمعة تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتبلغ الأجواء الحارة أو تشتد الأجواء الحارة في عموم مناطق المملكة لتلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية في العاصمة عمان يوم الجمعة. نستعرض الآن هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذا الارتفاع في درجات الحرارة. كما ذكرنا تندفع كتلة هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية شمالا باتجاه منطقة بلاد الشام اعتبارا من يوم الأربعاء، هي ناتجة عن تمركز لمرتفع جوي في طبقات الجو العالية فوق شمال شرق الجزيرة العربية، تعمل على نشوء تيارات جنوبية شرقية إلى جنوبية تتجه مباشرة نحو منطقة بلاد الشام والمملكة اعتبارا من يوم الأربعاء. تستمر هذه الأنظمة الجوية بالتمركز في هذه المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي خلال عطلة نهاية الأسبوع تستمر الأجواء الحارة وشديدة الحرارة في عموم المناطق. استعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة عمان لهذه الليلة. تسود أجواء صافية مع استمرار الأجواء المعتدلة، 20 درجة مئوية كحرارة مقاسة محسوسة، أيضا 20 الرطوبة مرتفعة حوالي 97%، والرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. نقف العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 21. يوم الثلاثاء 32-22، لكن يوم الأربعاء تبدأ تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة، ترتفع درجات الحرارة تسجل 35 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 24 درجة مئوية. استعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة ليوم الاثنين. نبدأ شمالا المفرق، طقس صافي 34-20، إربد 32-20، جرش 33-21، وعجلون 30-19 درجة مئوية. نذهب الآن نحو المنطقة الوسطى، الزرقاء 34-22، البلقاء 31-22، عمان 31-21، مأدة بنفس الحرارة والأجواء، أما البحر الميت 37-30 درجة مئوية. هذا بالآن جنوبا نحو الكرك،
30 إلى 21 مع أجواء صافية، الطفيلة 30 إلى 22 معان 35 إلى 24، الشوبك 28 إلى 21 والعقبة 39 إلى 29 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 38 إلى 22، الصفاوي 39 إلى 22 ورويشد 40 إلى 23 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.